شبين العاطفي. مركز شبين العاطفي. بنعمل نشاط اجتماعي في البلد عبارة عن خبز على أهل الدائرة بتاعتنا، الخبز المدعم اللي هو بشلل، رغيف بشلل، بناخده من المخبز ونوزعه على الأهالي في البيوت مقابل 5 جنيه في الشهر للعربية والعامل اللي بيوزع العيش. بالنسبة لموضوع مقاومة الناموس، عملنا حملة يوم 10/10 بالسوارة بمعاونة البلد، جبنا دواء اسمه دواء الملاريا وسولار اللي هو بيتخلط على زيت أسمر اللي هو في تغيير العربيات، ونحطه في براميل وننزل نحطه في المصارف اللي هي طبعا بتساعد على يعني وجود ورقات الناموس. فالمادة دي بتموت ورقات الناموس بحيث ان الناموس لما تبيض ما تفقس البيضة. ومن الناحية التانية بنجيب العربية بتاعت الرش الضباب من الوحدة المحلية، وبنمهن على حسابنا برضو لان الامكانيات الوحدة المحلية ومجلس مدينة ما فيش عندهم امكانيات، فاحنا بنساعد الاهالي بنجيب السولر والمادة على حسابنا وبنرش البلد من الاشجار والبيوت علشان نموت الناموس الخارجي. يبقى احنا في الناحيتين، موتنا اليرقات من اصولها من بدايتها وموتنا الناموس الخارجي. ده عملنا حملة دي يوم 10/10 يوم الجمعة ان شاء الله من يوم الاثنين. في حاجات تانية بنعملها للأهالي اللي عاوز علاج، اللي عاوز كرسي متحرك بنساعد، اللي عاوز معاشات بساعده، بنعمل له برضه معاشات في التأمينات الاجتماعية. ده الكلام ده بنعمله حاجة يعني خارجية بعيد، يعني حاجات جول ذاتية. بالنسبة لمشكلتنا في شبين القناطر، عندنا الباشمهندس ماهر قاضي اللي هو رئيس مجلس المدينة، راجل محترم وراجل فاضل شغال، والنائب بتاعه الاستاذ طه راجل شغال كويس، بس في عندنا مشكله قائمه، مشكله كبيره جدا. المشكله دي فيها اللي هي التكاتك. مشكله التكاتك دي بتساعد على السرقه والقتل والاغتصاب، لان بتمشي بدون لوحات معدنيه. فاحنا بنرجو من وزير الداخليه، من سياده وزير الداخليه وسياده مدير امن القليوبيه ومدير إدارة المرور بشبين القناطر مشكورا، إن هو يتم القبض على التكاتك اللي هي ملهاش لوحات معدنية، ويتم وضع لها لوحات معدنية ويقننوها. لأن الوقت أنا بركب بنتي أو ابني التوك توك المفروض أبقى عارف له رقم، ما يسرقهوش، ما يتمش اغتصاب البنت، ما يتمش سرقة محتويات شنطتها. فاحنا بنناشد وزير الداخليه ومساعد مدير الامن والضابط المحترم مرور شبين القناطر ان هو يقبض على التكاتك ويقنن التكاتك ويعمل لها لوحات معدنيه.